بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من هذا المكان المبارك، من مسجد آيا صوفيا الذي دخله المسلمون فاتحون بقيادة السلطان المجاهد أبو الفتوحات محمد الفاتح، مع شيخيه الملا كوراني وآق شمس الدين الدمشقي رضي الله تعالى عنهم أجمعين، دخلوا فاتحين، فكتب الله لهم تحقيق البشارة النبوية والمعجزة المحمدية: لتفتحن القسطنطينية، فلنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش ذلك الجيش. ومن هذا المكان أعبر عن فرحتي بصدور هذا الكتاب الذي يتكلم عن علم من أعلام المسلمين وفاتح لقلوبهم وفاتح لعقولهم. هذا العالم الجليل والداعية المربي رحل من بلاد الهند إلى بريطانيا، فكان سبباً لافتتاح المدارس الشرعية هناك، وكان سبباً للدعوة إلى الله تعالى، وكان سبباً لهداية الناس وعودتهم من اللا شيء إلى دين الله تعالى أفواجاً. وهو الشيخ العالم المربي المدرس الشيخ يوسف مطارة رحمه الله تعالى، وقد ألفه من تسمى باسمه محبة به، أخينا الأستاذ الشيخ يوسف إبراهيم لوركات، سائلا الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذا الكتاب. أيها الإخوة، كلنا ينبغي علينا العمل، كل واحد منا على ثغر من ثغور الإسلام: ثغر الدعوة، ثغر التعليم، ثغر التجارة، ثغر الاقتصاد. إذا فكرنا بهذه الأشياء مجتمعة تحققت دولتنا ورجع عزنا ومجدنا. وفقنا الله جميعا لذلك، والحمد لله رب العالمين.